فعاليات موسم الرياض ليست حكرا على الشباب والأطفال بل لكل المراحل العمرية، وهذه حقيقة أكدها مقطع متداول في الأيام الماضية ظهرت فيه أم نايف وهي سيدة سعودية ظهرت متنقلة بين الفعاليات حاملة هدايا ومشيرة إلى أن ابنها وصلها لبوليفارد الرياض وأنها تنوي البقاء فيه لمدة طويلة. طب ولدك الحين جاب تروحين له شلون؟ لا يمي أنا مطولة، أنا راعي طويلة ما عندي شيء، أتبعد يطيح براسي. مقطع أم نايف الذي شهدناه حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة وتم تداوله على نطاق واسع، حولها لنجمة من نجوم الموسم ولفت كثيرين بمن فيهم رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي غرد بهذه الصورة التي التقطها مع أم نايف في البوليفارد. وبالمناسبة اتضح لاحقا أن أم نايف نجمة أيضا على تيك توك، حيث اتضح أنها أنشأت حسابا في سبتمبر الماضي ليزداد عدد متابعيها بشكل لافت مع نشرها مقاطع فيديو لفعاليات موسم الرياض. أصور لكم يا متابعين، أنا كنت اليوم في موسم، كان موسم رائع 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 أكثر من الخيال. تخيل الشارع كأنه في نيويورك. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب يا هلا وأهلا بزايرنا. من يتوقع ان شاء الله في الحج يشوف هاي المناظر اللي كان في اوروبا؟ تحيه.